الراديو 90-90 هواها مصر. قاعدة بفر كده في تاريخ مصر الملكية، وإذا بي أقف قصاد وصية مواطن مصري سنة 1933. المواطن اسمه نبيل بولس رفائيل، بيوصي إن جنازته تخرج من كنيسة بعينها في شبرا، وإن العربية اللي تحمل الجثمان يجرها 4 خيول على الأقل ويكون لونهم أسود، وإن عدد الزردخنجية اللي هي بعد البحث والاستقصاء معناها حاملوا المباخر أمام الجنازة، الزردخنجية دولة ما يقلوش عن 6 نفار. ده غير باقي الوصية المتعلقة بالكتابة على الشاهد وأدق تفاصيل العزا والنعي في الأهرام. والله زي ما بقولكوا كده، يمكن الموضوع غريب شوية، شويتين، قول 3 شويات. غريب إننا نتكلم عن جنازة في برنامج ساخر وعلى غيار الريق كده، ده إيه وجع القلب ده يا ربي؟ بس معلش، اشتروا مني للآخر. اللي وقفني في الحكاية إنه مواطن مصري عادي جداً من سكان شبرا وموظف حكومي، مش حد يعني من أعظم القوم ولا حاجة، ومع ذلك مهتم بالنظام والدقة في حدث زي جنازته. سألت نفسي كده، إحنا ليه بطلنا نهتم بتنظيم المناسبات، سواء مناسباتنا الخاصة أو العامة؟ يعني مثلا تلاقيهم بيقولوا مهرجان الفن الحلزوني، ولا افتتاح سلسلة محلات السحلية السعيدة، أو ماراثون ربيع العمر، أي فعالية يعني أيا كانت، تلاقي قمة التنظيم بتاعها عبارة عن الكهارب والبلالين ياها اللي شبه البراشوت دي، وبعدين التحليق على الزحمة. عالم زي القراد عمالة تتلم وتصور وتزعق وتناجي، وناس بتحلق عليهم يمين وشمال في حاجة كده أشبه بيوم الحشر، لحد ما كل واحد يقرر يروح لحاله، وبهذا تنتهي الفعالية، ويلموا السجاد ويفسوا البلالين ويلموا الكهارب وأوديت. أول لازم أقولك كده، زي ما بقولك كده، حتى الجنازات يا مؤمن، والنبي أمنتك أمانة يا مواطن، يرضيك اللي بيجرى في الأوقات الصعبة اللي بنودع فيها عزيز ولا غالي. يعني البني آدم يعيش زي ما يعيش، ياخدها بالطول ولا بالعرض ولا بالورد، بس أقل واجب يعني إنه لما يودع يبقى آخر نص ساعة في حياته حاجة محترمة، حقه يعني وربنا. بس اللي بيجرى ده بقى حاجة تانية خالص. شوف مثلا كده، آخر جنازة لشخصية عامة شفتها كانت لمين؟ ورهنك لو المشهد اتغير عن مشهد زحمة لفران البلدي وشد وجذب أو مواجهة بشرية وناس حزانة وحالهم كرب ومصورين مصرين يسجلوا لحظات الاكتئاب والشحتفة، لا وياخدوا تصريحات من نوعية تقول ايه للمرحوم او اوصف لنا شعورك في اللحظة دي، ده على اساس انه المفروض يرد بابتسامة عريضة بقى زي يحيى الفخراني في الكيف ويقول له انا في غاية السعادة، انا جاي اهزر. وظيفة الإيفنت بلانر أو منظمين المناسبات دي ليها مؤسسات دولية دلوقتي، ما بقتش بس شركات صغيرة على قد الأفراد كده، لا الموضوع دخل في شركات عابرة للحدود، كل مهمتهم في الدنيا ياخدوا المناسبة أيا كانت شاكب راكب، بحيث إن ما تفوتهاش الفايتة، تطلع المناسبة أحسن مما تتصور أنت شخصيا، والحاجة تحصل بالدقيقة وبالثانية، كل حاجة محسوبة وفي وقتها. هو برضو بيني وبينك ما نقدرش ننكر ان في محاولات للموضوع ده، هنا في شركات بتحاول تعمل ده، اي نعم اغلبهم مركزين في الافراح ومركزين اكتر مع لون كسوة الكراسي وعدد الشمع في السنتر بيس، بس هي يعني محاولات، يمكن بكرة تتطور وتبقى شركات كبيرة وتقدر كده تنظم أحداث كبيرة ومهرجانات ضخمة، خصوصا وإحنا بندور على السياحة بشمعة. والله زي ما بقول لكم كده.